نشرت صحيفة نورديك مونيتور إفادة الملازم التركي الذي تم تعيينه في مقر حلف الشمال الأطلسي والذي تم اختطافه وتعذيبه على أيدي عملاء جهاز المخابرات التركي. وأكد الضابط التركي أنه تعرض للتعذيب بصدمات كهربائية في مختلف أنحاء جسده وممارسة الإيهام بالغرق ضده، فضلا عن الحروق الناجمة عن التعذيب، وذلك بهدف الإدلاء ببيان تحت الإكراه حول محاولة الانقلاب المزعوم في يوليو 2016 بتركيا. وحسب تقرير نورديك مونيتور، فقد أصبح التعذيب وغيره من مختلف أنواع المعاملة اللا إنسانية جزءا من السياسة الداخلية في تركيا في ظل حكومة أردوغان، وقد بلغت هذه الممارسة ذروتها في أعقاب محاولة الانقلاب 2016 والتي استخدمتها حكومة أردوغان كذريعة لشن حملة على المعارضين.